جيت عند كأي إنسان ونمارس كرة القدم في أحياء الشعبية. بالنسبة للوظيفة أنا رتبت من الوكالة المنطو، وبالنسبة للكرياضي تحقت بالنادي القنيطري في 1989 وهذا هو جيت عندي. أنا كنت كالمرحوم بوشعيب الغالمي هو اللي كان استدعاني المنتخب الشبان، وديك العهد جاء بليندا المرحوم بليندا، وكان منتخب الشبان كان فيه لعبة كبار اللي هما لعبوا غريشي كخيري كحداوي الحسن فاضل وهذا، ومن تما عزلونا احنا واحد جروب خمسة لعبة ست لعبة. كان فالونتي البريزيليا قبل فاريا كان هو سيرسو ايطون المنتخب 83، من تما بدات البداية ديالي مع فريق المنتخب الكبير. انا الغياب ديالي مني ساليت المشوار ديالي عن نادي القنيطري لان ما غادرتوش، اعتزلت وجات هكاك اعتزلت عادي، وهاد الاعتزال اللي اعتزلت ندمت عليه واحد شويه لان ما مشيتش في المسار الكروي زعما اللي ندخل التدريب وهذا، تعطلت. دابا ان شاء الله غادي نحاول، دابا كنفكر لان كاينين الناس مقربين ليا كرياضيين كيستدعوني خاصك تدخل مجال الرياضي الكروي التدريب، وان شاء الله السنه غادي ندخل التدريب الى بعض. على قبل بوساتي البحيوي انا جيت كنت اصغر لاعب في النادي القنيطري تقريبا في البطوله المغربيه، وكنت عندهم بحال شي كتيقولوا شي وليد صغيور، كانوا تيعاملوني مزيان وبقات هذيك العلاقه ليومنا الان. انا ديما عندي البوساتي والبوحياوي اش نقول لك، بالنسبه ليا لانهم عاونوني بزاف حتى وصلت لهاد المستوى اللي وصلت ليه انايا، وعلاقتنا لدابا مزيانه، وانا كنحترمهم بزاف وكنحترم جميع اللعابه ديالنا اللي قنيطري. انا بالنسبه ليا بالنسبه للمنتخب الوطني تغير بزاف، لان كان بحال نقولوا تنسى المستوى ديالو هبط بزاف، ولكن هاد العامين ولا ثلاث سنين الوقت اللي جا رونار مدرب رونار الفرقه شويه بانت وعطات واحد اسم للمغرب، وفرقه في المستوى كانت، ولكن شي يقولوا الزهر ما كاينش. اما بالنسبه للاعبين والمستوى كان شي حاجه مزيانه. هو من بعد كورونا المهم كاين تاثير، هو تاثير كاين، لان باش الرياضي يجلس واحد المده سد عليه وخا تيتريني ماشي بحال الهواء الطلق، ماشي بحال اللعب بالنسبه للرياضي خصو يكون ليبر خصو يكون حر مع راساتو، ما هي غادي تكون واحد ما غاتكونش واحد الفرجه اللي مولفه لينا، لا من ناحيه الجمهور لان غيكون داكشي بلا جمهور، وتا من ناحيه اللعب ما غاديش يعطي من دابا، اذا خصني نتسنى واحد المده عاد بالنسبه كتشوف الفريق غادي يرجع للمستوى ديالو اللي كان. واش عقب ملاعب هادشي ما كانش في عهدنا حنايا، وكان التشجيع كان في واحد المستوى كبير، لكن دابا انا اللي كنشوف هاد الشغب ولات داكشي بالواتساب ولا المعيور بواحد الطريقه اخرى، وداكشي ولا كيتطبق في التيران، وانا اللي كنشوف بالنسبه لهذا كاين غدري صغار،
كيجي الدراري صغار وكاين شي وحدين اللي ما عندهم حتى علاقه ب ملي كتقول الجمهور ديال الرجاء والجمهور ديال الوداد انا ما تيبانش ليا الجمهور ديال الوداد والجمهور ديال الرجاء غيدير هذاك المشكل وني كتلقى شي وحدين اللي هما داخلين ما عندهم حتى علاقه بالكره واللي كي اللي كي تيقولوا كيتقدم فيها وهذا هما اللي جاون هما الدراري الصغار هو أشرف حكيمي أنا كيعجبني طريقة اللعب ديالو طريقة المستوى التواضع ديالو وأنايا كيعجبني اللعب اللي تيكون زعيم هو كلعب عطى في دورتموند وبالنسبة لزاريا لاتيرو اللي مزيانين هو حكيمي وأنا كنت كنقول كون رجع لريال مدريد ديك الوقت ولكن حتى الانتر دي ميلان ملي مشى ليها راه مشى لاعب كبير هو النادي قنيطري كان شكل وتبدل بزاف النادي قنيطري كانوا فيه ناس تيبغيو الكره تيحبوا النادي القنيطري ولكن تبدل ولات فيه شونجمون بزاف كل مره كتلقى مكتب ودابا الا جينا نقولوا الخلاصه ديال القول هو المشكل اللي عنده هو التسيير و وما تا بالنسبه ل انا اللي تنقول انايا ما مهتمينش بليجان بالفئات الصغرى ما مهتمينش بهم خطره كاع والنادي القنيطري قنيطره بصفه عامه فيها لعابه فيها الناس كتمارس كره وفيها المواهب ولكن النادي القنيطري تيشوف غير ليكيب بريمير غير الفرقه الكبيره ما عندوش مع الفئات الصغرى والمشكل اللي عنده دابا هو التسيير